اليوم احنا كان عندنا اجتماع للجنة الامر الديواني اليوم، وانا حضرت وياهم في مؤسسة الشهداء. تفاجئنا بمعلومة جديدة. اللي هي؟ اللي هي بانه معاملات موجودة بهيئة التقاعد يستلمون رواتب والملفات غير موجودة اصلا. شلون يعني؟ هسه من ساعة احنا كنا نتفاجئ بانه ليش اكو ملفات يعني كلها مستنسخة؟ شنو مصورة؟ معاملات موجودة شنو ملفات ايه؟ ما موجودة؟ هي بالساعة تفاجئنا انه ليش المعاملات كلها مصورة استنساخ؟ زين. الان عندنا ما يقارب 8556 معاملة غير موجودة اصلا. هاي خاصة بالانبار؟ بالانبار. يعني شنو غير موجودة؟ يعني عشان دا يسلمون الراتب؟ يعني كانوا يستلمون راتب، كانوا يستلمون راتب تقاعدي. اي. ومن اجت اللجان، هذا من اجت اللجان هذا تسليم الراتب شلون تم بدون معامله؟ هو انا هسه حدث ابابيل المصابين 16826 هاي الموقوفه اللي قاعد نحكي عليها. نعم نعم. الغير موجود منها 8556 يعني بنسبه 50%. واضح. ابابيل الشهداء اللي الان قاعد ندققها 4125 الغير موجود منها ايش قد؟ 1120 يعني تقريبا نسبة 25% غير موجودة أصلا. لمشاهدة المزيد زوروا المنصات التالية.